النقطة اللي أنت كنت بتتكلم فيها واللي اتناقشنا فيها بتاع الخاصة بالجمهور نقطة مهمة جدا. بالنسبة لهنا نتكلم بقى لحضور الجماهير، أكيد الجمهور بيكون داعم كبير جدا للفريق، وخصوصا لو هنتكلم مباراة الإياب بالقاهرة. النادي الأهلي عشان كده أرسل خطاب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية بتمثل مصر في كافة المحافل الدولية. ليه؟ علشان يوافقوا في حضور جماهيري لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة أفريقيا اللي زي ما قلنا بقى هتبقى السبت بس 26 يونيو، احنا بنتكلم في الاياب. طيب ده ليه؟ خاصه زي ما احنا قلنا عشان فريق الترجي التونسي هو طرف المباراه الثاني، هيخوض مباراه الذهاب السبت الجاي وهيكون فيه حضور جماهيري كبير. فيعني هنا اعتقد الاهلي له هذا الحق، وهو خاطب وزير الشباب والرياضه وقال ان اداره النادي على اتم الاستعداد والتعاون مع كافه الجهات المسؤوله في هذا الشان، خاصه ان احنا بنتكلم المباراه هتحدد طرف المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا واللي بيحمل اكيد الاهلي لقبها في نسختها الاخيره، وان شاء الله كمان يكون في النسخه الحاليه.